تجارب النزوح لأبناء صلاح الدين في مدن إقليم كردستان وخارج العراق والعيش في المخيمات والكرفانات عززت الشعور بالمدينة، إذ يراهن شباب تكريت على عودة المدينة إلى سابق عهدها في نظافتها وجمالها الذين اعتادوا الزائرين أن يروها دائماً. كل الناس اللي راهنت على أن تكريت لا ترجع بعد صارت الأحداث الأخيرة ما بعد 2014، الحمد لله بتكاتف أبنائها وتكاتف مسؤوليها تكريت راجعة واليوم موجودة على أرض الواقع مثل ما ترون. إدارة بلدية تكريت تحدثت عن زيادة ساعات العمل في قطاع النظافة وتوزيع الواجبات على شكل دوريات صباحية ومسائية تضمن من خلالها رفع جميع النفايات من الأحياء والشوارع، إلى جانب التوعية بأهمية جعل المدينة نظيفة بعد إزالة مخلفات الحرب عنها. أعمال التنظيفات في مديرية بلدية تكريت هي مستمرة بشكل يومي وعبر شفتين، شفت صباحي وشفت مسائي. لدينا خطط أعدت، هنالك خطة نفذت من قبل عدد من المهندسين والكوادر الفنية في مديرية بلدية تكريت تم توزيع العمل بها على ضمن القواطع. ورغم كل الجهود المبذولة والخطط لإظهار تكريت بالمظهر الذي يليق بمركز صلاح الدين، إلا إن عددا من أحياء المدينة بقيت تعاني من نقص واضح في جميع الخدمات، ومنطقة القادسية مثال على ذلك. تكريت واحدة من المدن التي تسعى دوائر البلدية فيها إلى ترك بصمتها في مجال نظافة الشوارع أسوة بالأنبار وكربلاء وكردستان، إذ يرجو الأهالي أن تنفض مدنهم غبار الحرب عنها وأن تكون على قائمة الأكثر نظافة بين مدن البلاد. من صلاح الدين، محمد السامرائي، يو تي في.